مساء الخير يا محمد. علي معلول. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوفك الكرام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه عرابي، وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني على الاجواء عندك، ايه الاخبار؟ خطوه فريق النادي الاهلي. يعني في البدايه كابتن ايمن كالعاده اكتر حاجه النهارده مميزه وبتزين مدرجات استاد القاهره هو جمهور النادي الاهلي. اجمل ما في الكون هو جمهور النادي الاهلي اللي بيعطي اي مكان بجد بريق كبير جدا يا كابتن ايمن. يمكن النهارده الجمهور يعني الساعه المحدده لجماهير النادي الاهلي الكامله بالفعل في مدرجات استاد القاهره، تحديدا في المدرجات الثالثه شمال، يمكن الجمهور يعني استقبل اللاعبين احسن استقبال، يمكن كالهتاف الشهير هم ابطال الكاس اهم، وباذن الله قريبا يكون كمان ابطال الدوري وابطال دوري ابطال افريقيا باذن الله رب العالمين. وهنا برضه في استاد القاهره نحتفل مع جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. الاجواء اكثر من رائعه كابتن ايمن، خاصه ما بين الفريقين. يمكن من المصادفه النهارده ان فريق النادي الاهلي وفريق فاركو كانوا قاعدين في نفس فندق الاقامه. اجواء اكثر من رائعه ما بين الجهازين الفنيين واللاعبين، معظمهم اكيد اصدقاء سواء في المنتخبات الوطنيه او في قطاعات الناشئين. اجواء مميزه وصلت كمان هنا لاستاد القاهره، فريقين دخلوا سويا الى ارض الملعب، كمان حتى في التسخين نزلوا مع بعض جدا. الجمهور الاهلي زي ما قلت لحضرتك تحيه كبيره جدا لعلي لطفي محمد الشناوي، وخاصه اللاعبين اللي بداوا المباراه النهارده احمد القندوسي ومحمد الضو كريستو كمان داخل الملعب. يمكن ارضيه ملعب استاد القاهره اكثر من رائعه النهارده، يمكن الارضيه ناشفه شويه ولكن كعاده النادي الاهلي في مبارياته تم رش ارضيه الملعب قبل نزول اللاعبين للتسخين، وهيتم رشه مره اخرى باذن الله قبل بدء المباراه بلحظات قليله. كمان يمكن درجه الحراره جدا النهارده عشان نشوف باذن الله مباراه كبيره، يمكن درجه الحراره 24 درجه مئويه، اعتقد درجه مثاليه جدا، الرطوبه منخفضه جدا، ده ان شاء الله هيساعد اللاعبين النهارده ان هم يبذلوا اقصى جهد اليوم باذن الله، ويكون ان شاء الله النهارده اداء ممتع قبل النتيجه كمان باذن الله، ونوصل باذن الله لهدفنا حظ 3 نقاط، الوصول للنقطه 50، التربع على صداره الدوري، والاقتراب خطوه كبيره باذن الله رب العالمين من بطوله الدوري، اللقب المفضل لجماهير النادي الاهلي، والوصول باذن الله للعالميه 43. زي ما قلت لحضرتك اجواء اقصى من رائعه، يتبقى بس توفيق ربنا باذن الله باداء مميز وكمان نتيجه مميزه واسعاد جماهير النادي الاهلي في كل مكان، ويبقى دايما النادي الاهلي في المقدمه، ويبقى دايما رقم 1. كمل كابتن ايمن اتفضل.